جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي جاء برسالة لكل الأزمنة والأماكن، للناس كافة كما قال في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعله الله عز وجل النموذج الأعظم في مفهوم الإنسان الكامل، الذي كما قلنا في حلقات مضت يتكون من روح وعقل وقلب ونفس وجسد. فروحه صلى الله عليه وآله وسلم أنقى الأرواح وأرقى الأرواح وأعظم الأرواح صلة بالملك الفتاح، وصاحب الروح التي تجلى الله عز وجل على صاحبها فنظر إلى أنواره القدسية وسبحات وجهه الكريم في ليلة المعراج، هو صاحب الروح الذي امتلأ تعلقا بالله وشوقا إلى الله ومحبة لله، فأفاض الروح النبوي الشريف على الذات النبوية المطهرة على العقل، فكان العقل الأرشد في هذا الوجود، وأفاض على النفس فكانت النفس الزاكية المزكية للنفوس، وأفاض على القلب فكان القلب الذي نزهه الله سبحانه وتعالى، وأفاض على الجسد بعد أن تلقى القلب الذي يتلقى نور القرآن ثم يتيسر باللسان، أفاض على الجسد فكان مثالا في الاستقامة. رأينا فيه صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم الإنسان الكامل.